السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بذرة وفاسيل. النهاردة هنتكلم عن نبات جميل جدا لعشاق النباتات ذات المظهر الغريب والفريد، نبات شكله جميل جدا يشبه طائر الطنان الصغير، وهو نبات زهرة الطيور الخضراء أو زهرة الطيور الملكية. موطنه الأصلي شمال أستراليا، عبارة عن شجيرة معمرة قصيرة العمر تنمو حتى ارتفاع يتراوح من متر إلى 3 أمتار. ساق النبات فروعها مشعرة أو صوفية، أما الأزهار فهي تشبه طائر الطنان الصغير، عشان كده أطلق عليه نبات زهرة الطيور الخضراء. أزهار هذا النبات ذات أوراق كبيرة وخضراء ومخططة بخطوط سوداء دقيقة تشبه طائر الطنان الصغير. منقار الزهرة مرتبط بالساق المركزية للنبات. ينتمي هذا النبات إلى فصيلة البقوليات، تم تسميته على اسم عالم النبات المشهور ألان كينينغهام، لأنه هو اللي اكتشف هذا النبات في أوائل القرن 19. بيحب المناطق الدافئة ويتألق تحت أشعة الشمس المباشرة، غير مناسب للمناخ البارد أو الصقيع. أما بالنسبة للتربة المناسبة لزراعة هذا النبات، فهو يحب التربة الخفيفة جيدة الصرف للماء الزائد حتى لا تصاب الجذور بالتعفن. أما طريقة الري فيروى عند جفاف التربة تماما حتى لا تصاب الجذور بالتعفن وتصاب بالفطريات. زي ما انتم شايفين يا جماعة، أوراق النبات تشبه إلى حد كبير طائر الطنان الصغير. بالنسبة لتكاثره، فبيتكاثر عن طريق البذور أو العقل. ممكن يا جماعة نلاقيه على المواقع، لأنه نبات نادر شوية، ممكن نشتريه من على المواقع، بس هيكون سعره غالي شوية لأنه نادرا ما يوجد في المشاتل. هذا النبات له استخدامات طبية، حيث يستخدمه السكان الأصليون الأستراليون، يستخدمون الأوراق لعلاج التورم والتهاب العيون. يبقى اتكلمنا النهاردة يا جماعة عن نبات جميل جدا، نبات نادر، نبات غريب ذو شكل ومظهر فريد جدا. أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقة النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.